المهرجان الوطني للفنون التشكيليه اللي كتنظموه سنويا الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين جهه الدار البيضاء سطات، واللي كيحتضن يعني الاعمال اجود الاعمال الفنيه للتلميذات والتلاميذ من مختلف جهات المملكه. هذه السنه تم انتقاء 36 لوحه من اجود الاعمال الفنيه على الصعيد الوطني، كتمثل 12 الاكاديميه الجهويه يعني لوحه تمثل كل جهه بالنسبه للابتدائي، لوحه بالنسبه للاعدادي، ولوحه فنيه بالنسبه للثانوي التاهيلي. واحتضنت الاكاديميه الجهويه يعني هذه الدوره الثالثه بكل اعتزاز، انه بالفعل كنلمسوا بان كاين واحد التطور ملموس، تطور مهم في الاعمال الفنيه اللي كيقوموا بها الاطفال. بكل احترام يعني تام للمواضيع اللي كيتم يعني اقتراحها من طرف الاكاديميه الجهويه، واليوم لابد ما نقدم الشكر الجزيل للمنظمين يعني اللي كيسهروا على هذا العمل، على هذا المهرجان، وايضا لكل الشركاء ديال الاكاديميه، دون ان ننسى الفاعل الاساسي اللي هو الاستاذات والاساتذه النساء ورجال التعليم اللي كيقوموا بتعطير التلميذات والتلاميذ والتحسيس ديالهم، وايضا كيقوموا بواحد الاعمال مهمه بالنسبه للانديه الفنيه والانديه التربويه داخل المؤسسات التعليميه. انا فرحانه بزاف حيت مشاركه في هذا المهرجان. هذا كانت واحد المسابقه زوينه بزاف بالنسبه ليا، والعمل الفني ديالي هو هذه اللوحه هذه ديال زلزال الحوز، درت فيها التضامن المغربي اللي عاونوا فيه المغاربه كاملين، سواء الفقير ولا غني ولا يعني جميع الطبقات المغربيه عاونوا شاركوا في هذه الفاجعه هذه اللي وقعت في زلزال الحوز. الاختتامي والحفل النهائي المنظم بهذه الاكاديميه في اطار التشبيك الموضوعاتي بين الاكاديميات في مجال الفنون التشكيلية، الذي تم اختيار موضوع المغرب بألوان تضامن كتيمة للاشتغال، حيث تشارك جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة بأعمال فنية تشكيلية تبرز بقوة مدى يعني تضامن الشعب المغربي ومدى تلاحمه ومدى تآزره في محطات كانت في الأفراح أو في المسرات، وأيضا في الأحزان. ولا أدل على ذلك ما شهده المغرب والمغاربة في المرحلة التي ميزت يعني البلاد خلال فترة زلزال الحوز. أعمال فنية راقية متميزة كللت بنجاح في إطار معرض جماعي شارك فيه مختلف تلاميذ وتلميذات المملكة المغربية بإقليم تنغير جهة درعا تافيلات. وقد شاركت بهذه اللوحة التي تحمل موضوع التضامن، وخصوصا مع تضامن مع الزلزال الذي حدث مؤخرا بالآونة الذي حدث مؤخرا بالمغرب، حيث أثر هذا الموضوع جدا في نفوس المغاربة كافة وبالخصوص ساكنة الحوز. فقد رسمت بعض الايادي التي تعبر عن التضامن بين المغاربه في جميع يعني بين جميع الفئات، وايضا رسمت هذه الفتاه التي توجد وسط اللوحه وتحمل رايه المغرب، وهذا يرمز الى ان الفتاه لا زالت متمسكه بامل في المغاربه بان يساعدوها باعاده بناء المدرسه المغربيه.